عيشها صح. العصير الطبيعي مفيد جداً لنمو أجسامنا وإمدادنا بالطاقة. الفاكهة اللي بنعمل منها العصاير الفريش فيها عناصر مهمة أجسامنا محتاجاها، زي المعادن والألياف والفيتامينات والبروتينات. العناصر الطبيعية اللي في العصير الفريش ما ينفعش نستغنى عنها أو نستبدلها بحاجة تانية مضرة، لأن البدائل الصناعية بيكون فيها سكر وأسبرتام كتير اللي بيزودوا الوزن ويأثروا على صحة الكبد والبنكرياس. كمية السكر دي بتتراوح بين 8 ل 10 معالق سكر، دي كمية مضرة جداً لأجسامنا، بالإضافة لأن مكونات العصائر الطبيعية بتساهم في نضارة الجلد والبشرة وبتزود مناعتنا ضد الأمراض وبتبني وتجدد خلايا الجسم وخاصة خلايا المخ. ده غير إن للمواد الحافظة في العصائر الصناعية أضرارها الكتير جداً جداً على أجهزة أجسامنا. كمان المعادن والألياف والفيتامينات والبروتينات اللي في العصير الطبيعي بتتحول في أجسامنا لطاقة بتساعدنا على عمل المهام اليومية بتاعتنا وبتبني عضلات جسمنا وعظمنا بقوة، بالإضافة للألياف اللي بتنظم عملية الهضم وبتساعد الأمعاء إنها تقوم بعملها بطريقة سلسة. عشان كده كوباية العصير الطبيعي الفريش لازم تكون روتين يومي ثابت في حياتك، ما تقبلش بأي شكل إنك تستبدله بشيء تاني يضر بصحتك.